مساء الخير عليكم عزول، وش راكم لاباس؟ صافا. او يعطيكم الصحة سونيا اللي راكي سهرانة معانا. ميرسي اسما تانيت، شوفوا راهم سهرانين. او مصطفى بيان اونتوندي. الوغ سونيا، وقيلا كاين ان ابل، يا ان ابل. الو. دونك دون كيلكو انستون اون فوا اوفيغ لو ستاندار. باش حبيت نعاود نولي على لي كي واحد يدير الحبس كي يخرج الكازي جوديسيير تاعو يبقى 5 سنين هكذاك. نحبيت كون بيس ان لونسي ان ديرو كلش باش مام الحصه هادي باش لي ديتوني كيعاودو يخرجو بوغ لا ريانسيرسيون تاع لي ديتوني باش يصيبهم بلاصتو في المجتمع. ولكن واحد كي يخرج من الحبس ميم خلاص ما يعاودش و يفا سور لو دغوا شومان. بس هاديك لي 5 هادوك كازي جوديسيير يبدا يتبعو حنا واحد باش يصيب خدمة. حبيت نقول بلي سي امبوسيبل impossible de trouver un travail quand on a un casier judiciaire. هذا يلزم يكون ان ديبا ناسيونال، يكون بارتو نو كوليغ جورناليست لا بريس اكريت دي تيليفزيون لي ديفيرون تيليفزيون. il faut pas ما يلزمش هذوك يعني لي ديتوني une fois qu'ils sont en prison ننساوهم كومبليتمون. كيما الدولار يتحوس حل بور لي جون بور لو ترافاي بور لو شوماج، ومنا نزيدو شويه نزيدو باش نصيبو حل يعني على لا كاتيغوري هادوما تاع لي جون هادوما لي خرجو من الحباس. اي بي حنا كي هضرو على الحباس اون بونس توجور او جون، اون بونس توجور او غارسون، وننساو بلي كاين دي كادر كي سونت ان بريزون، يا دي بيرسون اجي كي سونت ان بريزون، عندكم ايغالمون دي فام كي سونت ان بريزون، des jeunes filles qui sont en prison. Qu'est-ce que nous savons? Ou d'un autre côté, on pense bien sûr les victimes. Les victimes, on y pense aussi. Je pense qu'il y a un appel, Sonia. Non? D'accord. Donc dans quelques instants, parce qu'on a un petit... C'est bon, c'est réglé, le téléphone est réglé. Allô? Allô, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Ça va, alhamdoulilah, je connais Anna. Adel, mon Berraqi. Berraqi, khiyar nas. Adel. Cheikh Salim, ana ammi, li tkhali rah fi lhab. Ou li tkhallek, chan ando fi amro? Ando 21 sna. Ah, mazalou sghir, 21 sna. Allah ghar sghir, ya ammi talim. وعلاش راهو في الحبس عادل؟ يا عمي سالم هو عنده واحد صاحبه عند غير كيما عرفوا. ايه. راه كان يدور معاه نورمال، دا هو ولي قاري خدام يروح يسمح يخدم يدير فيا. هذا النهار عشية راه عند صاحبه هذايا. وي. قصر معي قصر معي، ومن بعد عطى له واحد الصاحبي قال له اللي دخل الدار دخل نجي نروحوا كيف كيف. هو كي تستاشي هذيك كانوا زي جم لابوليس قبضوا لي خالي لقاو فيها الزرنا. كيفاش؟ شو لا كونتيتي شحال؟ 750 غرام سير. وهو يتكيف ولا ما يتكيفش؟ ما نقول لك ما يتكيف دو 5 خاطئ ولي خالي هذايا. وش تشكر هذيك مال النية هذاك فغيمون النية. النية مسكينة بدا تشوفوا والله غير قطعنا قلوبنا. لا حد نية كيما هو ويسيب روحو في الحبس سي با فاسيل. ها والله
الله غير عبد اللي انا انا وليد خالي ايه كبير عليه انا في عمر 27 سنه الله يبارك غير ما قدرتش نصبر عليه نكذب عليك وليد خالي انا يكون بزاف عاقل خاطين مشاكل وبدا شو هذه مخلطة جديدة يعني ما يعرفوش لا يعرفوش مليح مليح انا اللي عبالي بلي ما عندش واحد شهر شهر ونص من اللي عرفه اه لا 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 والصحاب عرفوا بالصحاب صح وهذا اللي عطى له الشراء واش قال قلب لي ما قالش بلي تاعو هذاك راه هارب اه ما حكموهش ايه هو من قبل كانت الدولة تعس فيه صح ودوك انت راه هارب نعم الخميس اللي فاتت رحنا للشرع تاعو ايه رفايوها غير على جاتك راه هارب كي هو راه هارب تسمى ايه. حصلها حصل كلش في شي حصل ويد خالي قال لهم حكى لهم واش كاين بالتفصيل ايه لا فيغيتي لا كذب عليهم ما قال لهم والو قال لهم انا رحت لعندو عطاني صاشي ما على باليش فيها جاو لابوليس حتى قبضوني انا ما على باليش قال لهم كان على بالك انا هربت من نفس ما دار ايه وما هربش وراه وقعد ايه نورمال حكموه وزادوني معاهم واحد صاحبهم ثاني تروازيام ثاني حكموه كان معاهم كان مع من؟ كان مع وليد خالي قاعد ما داوى ثاني وهذا كان عنده لا دروك هذاك اللي كان معاه لا لا ما كانش عنده سمعتين جاوا مع وليد خالي ايه ملي دوك اللي مولاه الحقاني هما اللي راهم يقلبوا عليه ايه باش يصيبوه ايه لازم هو وان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير ان شاء الله يتلقوا الخير ان شاء الله بالك بالك يصيبوه بالك يولي يقول لا فيغيتي يقول بلي تاعو يا امي سالم هو ثاني داروا له وليد خالد داروا له في البي في ترويج المخدرات بلي واش بلي يبيع بلي يبيع او لا لا لا, لا. تطلع هذيك اللي واعره اه تطلع هذه لانه تطلع ايه انا قلت معليش اذا عام عامين انسان يصبر انسان يشوف كيفاش بصح تاع 10 سنين و 3 سنين ولا غير واعره شحال طاولوه؟ مازال نهار الخميس في الشارع ها مازال ما شالاش مازال ما شالاش عندها لابسير صرات من عندها فانجو صح 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 مازال ما شالاش والله غير مازال يا عمي سالم وين راهو درك؟ في الحراش في الحراش يسنى جوجمون موندا ديبو يسنى جوجمون تاعو موندا ديبو شيخ وبالك بالك يبان هذاك مشيرة بالك ان شاء الله يبان الدوله راهي تراقب فيه راهي تعس راهي تقلب عليه راهي دايره الماكسيموم الحق الحق اي باش يصيبوه هو يغكوني بلي هو بلي تاعو الشراء لازم هو يقبضوه باش يقرر لهم ثاني مالا هذاك السيد اللي راهم يحوسوا عليه كان يبيع الشراء كان يبيع هذاك عمي سالم على هذاك اللي وليد عمك قالوا له بلي يبيع وهذاك شغل جاب بزاف عمي سالم ماشي شويه برك كان يمد للناس واحد اخرين صح 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 وصابوا في دارو الشراء ما لديش دار راحوا دار سيد الله ما لدي دار راحوا دخلوا الداخل ولا ما دخلوش وعند وليد وليد خالك وليد خالك قبضوا 750 غرام ثلث فايات ثلث فايات هاكا راهم يقولوا ثلث فايات ما بيش عاد توزن الفايات هي ايه صح صابوهم في الدار لا لا صابوها في يدو في الساشي كانوا قدام دار السيد هذاك اه في الساشي هذاك فيها ايه عند دار السيد هذاك قدام دار السيد صح 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 والسيد هرب كي سمع باللي قبضوه هرب وخلاه والله فريمون هذه نصيحه مليحه لهذو اللي عندهم صحابهم ومنا صح ولا لا؟ اي والله ونصحته يا شيخ والله غير نصحته ماكسيموم وهذه معرفه جديده زعما معرفه جديده هو شغل صغير هكذا حب يعرف لما دايت انا الغاشي هذوما راح في ناس واعرين ولكن ما اه وي 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 باسكو راهو كاملين يحوسوا على الدراهم دراهم دراهم نيمبورت كومون بصح عمي سالم انا وليد خالي هذا خدام حاجه ما خصاته اي واش بيه واش خداه وعنده ميتي في يده خدام ما عنده حتى بروبليم واش يخدم ميتي هو هو يخدم فروا ايه لو فروا كلمه طوموبيله تاع الديار كيفاش ايه الله يبارك يخدم الله يبارك شغل يعرف مليح يخدم في عمره 21 سنه صح يخدم ايه واش الداه يخلط روحه مع ما هو زعما مور ترافاي زعما راح لعند صاحبه عشان مقبضين عليه 5500 هضر لي على يماه
يما واش نقول لك، ما على بلاش مسكينه راهي شغل تستنى غير حكم صغير برك من قوة اللي قالوا لها واحد يقول لها 8 سنين، واحد 10 سنين، واحد 15 سنه مسكينه ولا تستنى غير يقولوا لها عام ولا عامين برك راهي دشرع وما حضرتش يا شيخ. ما تسمعوش الناس واش يقولوا، ما تسمعوش الناس، كاين العداله راح دير خدمتها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يخفوا عليه وراه صغير ماشي قال واحد كبير ولا راه صغير. نادر مقولها يلزم دير الثقة في العدالة، دير ديزافوكا ويكون حقه الحق الحق. وخو راه يجري عنده خو شوية كبير عليه راه يجري. ايه هاتك هي بنادم ما عنده ما يدير، وإحنا رانا معاه إن شاء الله. إن شاء الله وما عنده ما يدير يسنى يسنى هاي يخلص وبنادم وان شاء الله يصيبوا هذا لي 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 هذا لي 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 هذاك كون يصيبوا هذاك بالك يحكموا عليهم يقولوا لهم بالك براءة بالك حاجة خفيفة بالك سورتي. ايه ربما انا مادا بيا يحكموا هذا لي 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 امبوازون لي 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 دولة يعني سالي مادا بينا انا نقول هذو كاع ما نفرح لهمش هذو تحب المخدرات والاخرين. والله العظيم يمبوزونيو الناس يديروا المشاكل للناس. شوف 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 كيفاش 21 سنه راهو حاصل والله راهو حاصل يعني. رحنا لدار الشرع كي شت كيفاش دقيقه وانايا لحد الان لحد الان والله ما راني مليح. وبالك انت عمرك ما درت رجليك في دار الشرع؟ انا جامي دلافي انا كي رحت لدار الشرع هذه الخطره ولا غنى ترأسي في الداخل ما جامي دخلتها. شت كيفاش كوميساريه جامي دخلتها. ايه وهو ثاني عمي سليم ما عندوش سوابق عدليه ولا كوميساريه خاطي ولي دخل هذا كاع ايتي 21 سنه بيان سور ما خلطش لي ما عندوش كاع مشكل مع لابوليس ولا مشاكل ولا المخدرات ولا دار الشرع جامي دخل ليها. اول خطره خايف مسكين ما يعرف والو. يا ويماه شفته يعني راه تشوف راه تشوفه يماه. يماه راحت لي خطره واش يقول لها واش راه يقول لها؟ قال لها ماشي انايا، قال لهم انا سدي الصاشي حتى لقيت روحي الدوله دايره بيا حبست عندي طوموبيل حتى رفدوني. ايه ومسكين شغل خايف هو بزاف خايف جامي دار الحبس ما يعرفش بزاف خايف. يخاف بيان سور يخاف دير روحك في بلاصتو. انت 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 غير دخلت بالي جوستيس راك وليت تلعب. والله غير وليت نتلعب والله ما نعرفها كاع جامي دخلت ليها. الوغ ايماجيني هو بلي منوط ومنا ايماجيني ايماجيني والله يعني سليم غير قلبك يتقطع كي تشوفو هكا. هادي والله العظيم مليحه على لي جاني راهم يسمعوا دورك مليحه ما يلعبوهاش ولا غير تلحق في بالي جوستيس غير تولي تعد وحدك. يا ودي ان شاء الله كاع ربي يهديهم وما يبعدهم طريق هذه تاع الشر هذه لا خاص والله ما تخرج. انا جاب لي ربي ما يعرفوش جو سي با ما يعرفوش صلاحهم ولا هاد لي جان هادو ولا ما واش عم بالهم. والله حبيت ندخل في راسهم على بالك بلي حبيت ندخل في راسهم. دوك هما حبوا دوك هما عم بالهم كيف الزطله ولا يشد الزطله عم بالو دوك يولي راجل. خو هي راه يطيح من قيمه والديكم يطيح من قيمه في داركم هذا واش كاين. سي با نورمال سي با واش وشت لي الكاشي الاخر يولي عم بالو حاجه كبيره. اي عم بالو فوالا يحسب روحه صي ولا راجل ولا ما عارف واش ولا يحقروا في الدراري يحقروا في بنات الناس ويزدا ها يديروا لا بالك حاجه تاع خير ما راحش يدير حاجه تاع خير. يشربوا الكاشيات يولوا واحد اخرين يولوا واحد اخرين يتحولوا كاع يتحولوا. ربي يهديهم ان شاء الله عمي سالم. فوالا يعطيك الصحه اون توليكا. واش نقول لك؟ نقدر نهضر معاه. بيان سور اهضر معاه. نقولوا يا هشام اصبر بالعقل وان شاء الله الشرع نهار الخميس وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله بالك يطلقوك ونقول له احنا رانا معاك ونجو نزورك ان شاء الله وما يخصك حتى حاجه رانا واقفين معاك مهما كانت زعما نقولوا الحبس تاع الجواز رانا معاك واقفين معاك. نقول له اذا حكموا عليك دير الطاج دير حاجه في الحبس دير حاجه ميت وحده اخر كي تخرج ان شاء الله تلقاهم. وراك تعرف هادو ليجن تاع دوكا هاكا سيي تواك عرفت ما كتعرف واش تفرق واش تخير الصحاب.
يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. وحنا نقولوا سونيا سي ال بو غاردي لو نيميرو، نمرو التليفون تاعك معليش باش عم بعد نعيطوا لك منا مور الخميس ان شاء الله. انا ديك نعيطكم ونقول لكم فوالا. لا لا خلي حنا نعيطوا لك باش نعرفوا يعني شحال عطاولو، باش يعني لي تيليسبيكتاتور يعرفوا هذا اللي كان عنده لا دروك عنده كيفاش شحال ياخذ. يا اخي هكذا يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. Alors Sonia, si c'est possible, on va garder le numéro de téléphone Heda. On va marquer tout simplement, mais bon, Halchmes, il va passer en jugement. Il chauffe. On va voir. Est-ce que Hedak, les Arabes, est-ce que ça bouge là, mais ça bouge. Adel Heda, Adel, il est dans le Haps. Chauffe, il y a un échel à Taolo. En plus d'aller l'oubli, il y a un chéra. Ça, on a dit les mamans, les familles. Mais quel est-ce qui est où les gens ou les gens qui sont en train de faire? Mais quel est-ce que vous voyez l'autre à ta ou l'autre, mais là où il y a ta ou l'autre, ou à ta ou l'autre, mais là où il y a ta ou l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est avec ça. Tout le monde est en train de faire. Tout le monde est en train de faire. Une fois pour toutes. نعطيكم مثال لي ميديكامون. واحد عنده مرض يشرب ميديكامون، جارو يقول له ابو انا عندي المرض كيما نتايا ندير الميم ميديكامون. راكم شتو سي فو، خلاص تعلمنا بلي سي فو. مي لا جوستيس لا ميم شوز. بنادم من الاول يدير الثقه في العداله، على بالنا بيا توجور كالكو شوز كيما قال الاخر. يا با دو فومي سون فو، يا با دو فومي سون فو. Même Hedda qui est nous tibou fait. Vous réalisez, je sais pas où là qui dit que Hedda ou Harab el-Hom, ça chedou la preuve. Allez, belle comme ça revient, on va revenir là-dessus. Donc nous, là, Mustapha me dit qu'il y a un appel. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam, Mohamed Salam, salam. La baisse, alhamdulillah, salam. Je suis comme Hedda. Ma'akoum Islam, Boumerdat. إسلام دو بومردس. إسلام وي إسلام، شكون راهو في الحبس إسلام؟ كاين صحابي كيما نقولوا عمي سالم. صحابك كان بزاف؟ كاين شوية. وكل واحد القضية تاعو. كل واحد القضية تاعو عمي سالم. مي اسكو تصيب بلي عادي بلي سي نورمال بلي تكون هكذاك أوتون دو جون كي سون أون بريزون؟ تغيبك يا مثالي منار، كيما نقولوا كاين اللي يروح غلط، كاين اللي لا غالب خشي طفرت كيما نقولوا مثالي مخلص شحال تقول. بصح حبيت نعرف باسكو بزاف يقولوا يعني واحد اللي ما يخدمش ومنا يروح في هذيك الطريقه دي، هادو ما يخدموا ولا ما يخدموش؟ بيان سور مثالي، كاين اللي يخدم وكاين اللي يضر، كل واحد كيفاش مثالي. دونك ميم اللي يخدم راه يديرها. ايه مثالي، واش راح دير؟ شي طاح وكيما نقولوا ربي بلانا كاع، كيما نقولوا ربي بلاهم ثاني مثالي، ما فهمني. اه صح هذا الله غالب، شي هي بليا كيما نقولوا، الله غالب مثالي. باسكو سوفون نقولوا يعني بنادم كي فارغ شغل ما يخدمش ومنا يروح يدور بالزطله يولي، بصح ما رانا نشوفوا الناس اللي يخدموا. او شفتوا هذا عادل يخدم في لو فرو ومنا وي. كاين امين سالم، كاين اللي يخدم ولا غالب شي مبلي ملي كان صغير دخل فيه مليو كيما نقولوا، فهمني امين سالم. من ترى كاين اللي يتعلمها، كاين اللي يتعلمها وهو صغير، لا غالب شي ما تقدرش تهضر معاه كاع، ما يكون خدام ونورمال مع الناس ملاح وكاع يشتو وكاع يقدروك، فهمني كيفاش امين سالم. بصح انت يصدر روحه امين سالم في الصوالح هذو. بصح انت راك تعرفهم، تعرف شويه تقصر معاهم وتقصر معاهم ومنا، واش يتمناو هذوما؟ هادو سورتو لي يبيعوا، سورتو لي يبيعوا، واش يتمناو؟ لي يبيعوا يا عمي سالم، والله ربي معاهم يا عمي سالم كيما نقولوا. ربي معاهم في الدنيا وفي الاخره كيما نقولوا يا عمي سالم. واش يتمناو؟ يتمناو تمتم يطلع فيلا ويشري سياره شابه ولا واش عم بالهم؟ هي كيما يقولوا الارجون فاصيل، هي ساهله عمي سالم، كاع يديروا الدراهم بها وكاع يروحوا بها كيما نقولوا عمي سالم. كاين اللي لايم يلايم يلايم ومن بعد تولي القفه تجري عليها عمي سالم. والله راهم ولي لايم هم يروحوا قفه عمي سالم باش نصارحك. شفت كيفاش؟ الا ما راحوا القفه يروحوا في لافوكا ويروحوا في صوالح اخرين يا عمي سالم، واش غادير؟ وشكون اللي يخلص؟ يخلصوا الوالدين عمي سالم.
الوالدين هما اللي يخلصوا، الوالدين هما الاولين اللي يخلصوها. عجبين عمي سالم مي اللي بداو يتكيفوا، كاين واحد يعلم لهم ولا كيفاش؟ كيفاش حتى يصيبوها؟ كيفاش انا جو با كيفاش يصيبوها؟ يصيبوها عمي سالم هي دوكا انا عايشين في الجزائر عمي سالم بكل صراحه يا اخي، انا عايشين في الجزائر والله يا عمي سالم، غير تخرج من داركم تشوفها في الطريق عمي سالم بكل صراحه يا اخي، الواحد يهضر الواقع عمي سالم. صح 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 راك معايا دوكا، ما كاش اللي ماهوش يشوف انسان يبيع في الزطله في الطريق، ما كاش من هذه عمي سالم. يبيعوها في الطريق، يبيعوها والناس قاعد تشوفهم، ماشي زعما قال ما تشوفهمش ولا زعما بتخبيا ولا، كاين اون لايف ولا دوكا راني نحكيك في 2016 كلش والله لايف عمي سالم، بكري كانت الحاله مسطوره مخبيه باش يلحق يبيع من الناس شي يدير لها 1000 حساب، دوكا ولا كلش ساهل عمي سالم، انا نشوف دراري صغار راهم يبيعوا في الزطله. سمعتني عمي سالم؟ راني نسمع والله غير دهشت على بالك. دوكا نشوف فيها لايف كيما نقولوا، بكري كانت الحاله مخبيه كلش مسطوره، كل حاله ما واحد ما يشوف حد، دوكا انا نشوف امور اخرى عمي سالم، كلش دخلت ليكستازي هذيك الكاشي، دخل بزاف صوالح دوكا الشباب ولا طاير كيما نقولوا عمي سالم. وكاين ميم دي ميديكامون كان يهضر عليها بروفيسور نيبوش، كارديولوج غران كارديولوج بروفيسور نيبوش. عمي سالم غير ما كلامك هو الكبير عمي سالم، كاينه واحد الكاشي يطولوا الحمراء عمي سالم. اي سمعت بها هذه الحمراء، هذه الحمراء. ولو كان نقول لك واش دير يا عمي سالم بالك ما تامنيش، شوف امني بربي كاين، شوف كاين واحد مهبول زعما نقولوا واحد مهبول عطيناه له دواء تاعو راك معايا، واش حبيت نقول لك كي تحكموا لا كريز ومنايا واش دير له الكاشي هذيك، تقولش يتكالميه تنحيلوا لي كريز راك معايا، واش حبيت نقول لك؟ فهمت داوي لي مريض، داوي لي مريض صح. هنا وكاين عباد يكون صاحب صحته ومن ياكل هذيك حبه كاشي يا عمي سالم يولي اكثر من المهبول هذاك اللي عطاوها له، تتبدل هذه اللي حبيت نفهمها انا، يولي يدير حوايج اللي عمره ما صح، يولي شوف يولي حاجه الاولى وجهه ما يوليش منور عمي سالم، وجهه يتبدل راك معايا عمي سالم، ويدير واحد الصوالح كيما نقولوا الواحد ما يوليش كاع يقادروا في الحومات هذوما، فهمني عمي سالم؟ لا راني معاك راني معاك راني معاك. انت كاشي دايرين المهبول ياكلوا واحد صحيح، لا فهمت عمي سالم دوك، ولا بالو باللي دير هكذاك، ماشي زعما قال ما لا بالوش ولا زعما نهضروا الواقع، فهمني عمي سالم؟ انا قلت وكان واحد يصوروا ولا يفيلميه كي يكون اون كريز هكذاك باش يولي يشوف روحو واش راهو كيشرب كاشي هذا دوك. والله عمي سالم لحقوا طيحوا بها الروح عمي سالم، لحقوا قتلوا ناس بها هذه العفسه، ما كانش في وعيه كيما نقولوا، كاين واحد الانسان مسكين الله غالب كيما نقولوا، لا ربي معاه، ما كانش في وعيه الله غالب كيما نقولوا عمي سالم، الله غالب عليه كاشي غوج، ربي معاه، واش راح نقول لك عمي سالم؟ كاشي الاحمر باسكو كان ميم دوتر كاشي تاع القلب، كان يهضر كنت نقول لك بروفيسور نيبوش سمعته في الاذاعه يهضر يقول لك كاين دي كاشي تباعوا عادي اون فارماسي، اون فارماسي تباعوا. دوك نعطيك المعلومه هذيك عمي سالم نقولها لك عمي سالم، كاينه هذه الريفو هذه الحمراء ريفوترين نورمالمون في الفارماسيان ريفوترين اسمعك فهمني عمي سالم. هذه الريفو نقولوا دير 28000 الباطا فيها 40 حبه باطا دير 28000 عمي سالم في الفارماسيان، هذه نحكي لك نقولوا في 2011 2012 راك معايا عمي سالم. دابا شحال دير برا في الطريق الحمراء هذه دير 40000 حبه دير 35 40000 لحقت حتى 60000 في الصيف عمي سالم راك معايا عمي سالم. الباطا تاعها فيها 40 حبه دير 28000 داخل الفارماسيا، والشباب كاع على بالو بها هذه العفسه ما خبوهاش، نهضروا الواقع احنا عمي سالم بيان سيغ ما كان حتى دير 28000 اللباطه ياكلوها كاع الناس، ولا بالهم بلي دير 28000 اللباطه وماشي دواء ويشريها ب 40000 الحبه وياكلها نورمال عمي سالم. بصح كان دي كومبليس مالا كيفاش يتباعوا هادو ما فهمتش انايا، هذا هو المشكل اللي ما على بالناش حنايا كيما نقولوا، هذه باش تلحق تباع في الطريق تما كاين عفايز باينين هذو عمي سالم. وي بصح يلزم يصيبوا حل هذوما تاع لي فارماسيان كي يكونوا دي ميديكامون كيما راك تقول هذا الدواء الكاشيات الاحمر هذا باش يتباع، يلزم يكون كوميسيون ولا ما نعرف
يفو جوز كوميسيون كاينين لي كوميسيون حاجه باينه كوميسيون باش نمدوا له الدواء هذا وخدام ربي وعباده جو سي با اوف انا ما على باليش دوكا الحمد لله دوكا راهي مزيره شويه عندي فارماسي راهي مليحه مثال عندي واحد صاحبي فارماسي يحكي لنا تقولش فهمني مثال قال لك دوكا باش زعما هادو ملتاشيات منا كاين وصل كبير اللي ما يبيعهمش ما يخدموش يجيبهم سير كوموند فهمني كيفاش مثال داكور خاطر بزاف عفايس صراو كيما نقولوا كاش فارماسيا ايزولي منا يقدروا يدخلوا لعنده ويفورسيوه ويدوها مثلا كاين صوالح كيما هذه صراو اي بي اي بيان سور راهم يديروا في الجورنال راهم يديروا في التلفزيون صوالح هذو وي 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 فاهم يعني سالي وطول اللي كانت يعطيك صحه باسكو حليت لنا عينينا والله العظيم والله سي بون هكدا كونت يان جون كيما نتايا اللي يهضرنا اللي باسكو حوايج هذو ما ما نشوفوهم سما كما واحد ما يهضرش عليهم وي يا عمي سالم والله غير صارحك ما نكذبش عليك عمي سالم عندي 25 سنه في حياه فيهم تبانك طالع على بالك الله يبارك والله وما نقولكش وما نقولكش ما سييت صوالح هادو عمي سالم سييت هادو صوالح بكل صراحه فهمت إيه ما نكذبش على ربي انا سييت صوالح هادو والحمد لله ربي عفى علينا كيما نقولوا عمي سالم وخلاص ما زدتش تدور بهم الحمد لله رانا نصلوا ورانا الحمد لله يا عمي سالم الله يبارك عمي سالم حبيت نقول لك اسكو واحد كيبدا يصلي وليد بعد ما داك الشيء هذاك بيان سير عمي سالم والله يا عمي سالم غير الصلاه هي الصح يا عمي سالم كي تكون تصلي باش تروح دير العبسه هذيك تولي تخمم على الصلاه الجايه اللي راهي داخلاتك فهمني نعم اليوم راك نقولوا راك مع المغرب راك صليت المغرب باش تروح تسيه دير هذيك العفسه منا تبي تخمم في العيشة بلي مازال لك العيشة لازم يكون دير هذيك العفسه تروح تدوش وتروح تعاود توضى فهمني يعني زي ما حبيت نقول لك صح 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 فيها بزاف صح تولي تيفيتي صوالح هذوك عمي سالم تولي تجبد روحك كاع منهم مام دخلات كي تكون العيشة تولي تروح للدار ديرك ما تريحش بزاف كاينين عباد كاين كيما نقولوا اصدقاء السوء ما راح يهضر معاك عمي سالم لا غالب تمشي تروح تريح معاهم تولي تشم ريحه هذيك لازم تتكيف عمي سالم ما يكذب عليك صح فاهم يا عمي سالم او اسكو سي فري انا دوما لي سهروا نهضروا مع الموالين تاعهم مع مواليهم اسكو هذوما لي سهروا 11 مينوي برا اوتوماتيكمون يروحوا المخدرات ماشي اوتوماتيكمون كاينين اللي لا غالب شي نورمال يكون مريح ويشوف صحابو باللي راهم يزطلو كيما نقولوا عمي سالم ما فاهمني بصح والله ما يديرها في فمه والله ما يتكيف والله ما يشم والله ما يدير حاجه عمي سالم كاين عباد ما شاء الله كيما نقولوا الله يبارك ويظلوا ينصحوا فيهم ويهضروا معاهم والله غالب ما يفهموش كاين عباد الله غالب كيما نقولوا واش راح دير عمي سالم والله تو لك واش نقول لك انايا يعطيك صحه ومن بالك ولا حبيت كشي نهار ولا تصيب لنا واحد اللي يتكيف يعيط لنا ولا انت تعيط لنا نجوزوه يعني يهضر ما يسالو والو ما يسالو برك يفهمنا كيفاش بدا كيفاش ومنا يعني باش يحكي مع لي جون برك ما كان والو سما ما مدوش تمو التليفون ولا حاجه يعني باش نعرفوا يعني باش يعطيك صحه وطوليكا يعطيك فريما ولا نسلموا على اصحابنا بيان سور بيان سور بيان سور اتفضل كاين قادمين مصطفى راه في الحبس تاع جلابين نعم نسلم عليه بزاف ونقول له راه معك اسلام معليش عمي سالم حنا شي كاتي بوبيلار كيما نقولوا عمي سالم ما عندناش زعما سيتي مسميه حنا حي 800 مسكن عمي سالم بيان سور فهمني باش تما الواحد يعرف معنا غير يهضر ونسلم عليهم كاع المحاب ان شاء الله ربي يطلق صراحهم كيما نقولوا ونسلم على مصطفى ونقول له ربي معاك والحمد لله كي جات الشهور يا خويا واش نقول لك الشهور اكثر من بزاف وهذه هي كيما نقولوا جات الضربه دوكا اخر من تجيك جهه اخرى ست شهور كلش جايز يعني عمي سالم وي كيما هذا قادمين مصطفى مسكين الله غير خدام ما شاء الله ولا اخر ولا غير تقشير الله غالب قال لي تا ست شهور ولا غير ربي معاه يا عمي سالم كيما نقولوا الخدمه والمشاكل راك تعرف عمي سالم ان شاء الله دوك يخرج ويعاود يتلاقى معاكم ان شاء الله وانت يعطيك الصحه وانت يعطيك الصحه والله راك مثال وي زيد نسلم على واحد باك مسكين هذا راه طايع الكريم عنده 20 سنه حبسه عمي سالم 20 سنه كريم نورمالمون راه مازالو في جلابين مازال ما بدلولوش الحبسه مثالي دوك واقيلا مصطفى ونا بالطا ما عندناش الوقت باش
ولا ولا سي سي ها مصطفى قال لك معليش شويه شويه وقت باش تفهمنا الكريم هذا كاش راه باسكو انت تقولنا مسكين كريم واش قول حنا نتفكروا الضحيه كريم هادو والله يا عمي سالم الكريم هذا والله غير صحاب يا عمي سالم هما في زوج صحاب والله غالب شي تقدرت كيما نقولوا وما كانوش في وعيهم الواحد يهضر الواقع كلام عمي سالم ضربوا بيناتهم من الناس لقاسوا بالموز قلت له الله راح الله يرحمه مسكين اللي مات وهذا الطفل يا اخو الله ربي يطلق صراحه 20 سنه والله يا عمي سالم غير بزاف عليه مسكين طلع له افهم يا عمي سالم بصح ولا فهم يقولوا والله يا عمي سالم غير ضرب الخوف ضرب الخوف عمي سالم وعائله ضحيه ايه عائلة الضحية ربي معاهم يا عمي سالم وش هنقول لك ربي معاهم والله يعطيهم صبر يا اخو وش هنقول لك باسكو تولي تولي ضحية راحت ما توليش الله يرحمه والاخر يولي بصح يولي 10 سنة يولي يولي عادي في عمره عمي سالم في عمره 19 سنة طفل عمي سالم والله غير 19 سنة وعنده 20 سنة دير في حسابك 39 سنة راه 49 سنة عمي سالم بزاف عليك الله رايح حياة رايح حياة كبيرة يا عمي سالم ونقول له ربي معك يا عماد وإن شاء الله ربي يطلق سراحك يا الله يعطيك صحة وبالك هادي يشوفوا الناس بلي لا باغاغ الضرب هذاك ما يديش لا فيولونس حتى فايدة يا عمي سالم كاينين عباد الله غالب هما يوصلوا رواحهم ثاني يا عمي سالم واحد يهضر الصح كانوا يروحوا للستاد يضربوا حتى واحد يموت والاخر سي با بوسيبل كاينين والله لي كاتي بوبيلار فيهم شويه مشاكل ثاني يا عمي سالم كاين عباد عاقلين كيما نقولوا يدنوا ليهم عباد اللي ما يسواش فهمني يا عمي سالم فهمت مع الشرف وعلى الشرف لا غالب شي وش حد دير يعطيك صحة قلت لك ميرسي بوكو يعطيك صحة وان شاء الله مصطفى يولي يعطيك صحة يا بسلامة قال اخر عمي سالم ربي هنا مي دو طون بصح معليش ايا نقول لكم تصبحوا بخير ان شاء الله ميرسي يعطيك صحه اسماء ميرسي ا سونيا والمخرج تاعنا مصطفى نتلاقاو غدوه ان شاء الله ايا صبحوا بخير